الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 14 جمادى الثاني 1439 للهجرة الموافق 21 فبراير 2018 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، نذكر منها بيان حول تنظيم الحج للسنة 1439 للهجرة 2018 ميلادي، وسيتدخل وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حول مضمون هذا البيان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم كان لي الشرف على أني قدمت أمام مجلس الوزراء بيان يتعلق بتنظيم الحج لهذا العام 1439 هجرية 2018 للميلاد. هذا البيان تعرض للمراحل والظروف والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ إن شاء الله تعالى من أجل تنظيم شائرة الحج لهذه السنة. بالنسبة للأمور والإجراءات اللي فاتت اتخذت واللي تعرض لها البيان، هي توقيع الإطار العام ما بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 21 يناير 2018. هذا الإطار اللي حدد الحصة ويحدد الظروف والإجراءات، واللي هو اجتماع سنوي يجري عادة ما بين وزارة الحج وما بين الهيئات المنظمة للحج في العالم الإسلامي. وهذا اليوم هو أيضا بالمناسبة يوم تقييمي لأعمال كل البعثات اللي تنظم الحج. احنا الحمد لله في اجتماعنا الأخير 21 يناير، وكذلك اجتماعنا السابق ذاك، وكذلك اجتماعنا في الأعوام الثلاثة الماضية، سلطات المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الحج والعمرة إلى هذا الاجتماع الأخير الحمد لله تعترف أنها ما تملك أي ملاحظة فنية على وزارة الشؤون الإسلامية في مجال تنظيم الحج في هذه السنوات الثلاثة. ما هو السنة الأولى ملاحظة بسيطة على البعثة الصحية لأنها تدير اللي ينقالوا النفايات في الأماكن المخصصة لبلد الأوساخ. إذن الحمد لله هذه السنوات سلطات المملكة العربية السعودية عقب ذاك من الملاحظات، يسوى منها اللي متعلق بالمخيم، يسوى منها اللي متعلق بالتجارة، ويسوى منها اللي متعلق بتخلف الحجاج باطقاع عقبوا في يعني الفترة، الحمد لله هذه أمور وملاحظات اختفت إلى غير رجعة. وهذا الحمد لله وهو اللي ترجم الثقة اللي تمثلت هذا العام في أعطاء موريتانيا كلمة الوفود الإسلامية المشاركة في تنظيم الحج لأول مرة في تاريخها. إذن هذا الاتفاق اللي حصل مع سلطات المملكة العربية السعودية يحدد أن حصة الحجاج هي الحصة العام الماضي 3200، 2000 منها لتسير عن طريق البعثة الرسمية و1200 عن طريق وكالة السياحة. كذلك أيضا من الأمور اللي فات تم اتخاذها أيضا توقيع عقد ما بين الموريتانية للطيران وشركة ناس للطيران، وهذا العقد هو اللي تتولى بموجب هذه الشركة نقل الحجاج المنظمين عن طريق الدولة اللي هم 2000 حاج بمعدل 500 حاج لكل فوج، وهي نفس الشركة اللي ننقل عندها الأيمان الماضية أيضا، وكذلك تنقل أيضا لكثير من الدول من المنطقة اللي احنا فيها. لكن في هذه المرة في الاتفاق اللي خلق بيننا احنا وهي أيضا استطعنا لنا نقلص فترة الإقامة في البلاد المقدسة بالنسبة للحجاج، كانت عادة شهر ونهارين. في خلال مفاوضاتنا معهم ذا العام قلنا لنا ما لنا قابلين ذاك، وعادة الفترة انتقصت بخمسة أيام، وعليه بدل من كانوا يعودوا الحجاج يعطوا بعد انتهاء الحج أسبوعين تقريبا في مكة وهم فاهم مشاعر الحج ولا فات وقت المغادرة خلق، ذا العام اللي يعود إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الحج بس بعد أيام مباشرة يعود يرجع الفوج الأول. إذن اللي يربحوا خمسة أيام وهذا بالطبع يرجع لظروفهم كاملة. كذلك أيضا تم توقيع عقود السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك أيضا عقود الإعاشة فيما يتعلق بالمشاعر. بالنسبة للسكن في المدينة المنورة الحمد لله الخطة اللي رسمنا في الأيمان الثلاثة الماضية هي أننا نقلنا الحجاج من السكن في الأماكن الشعبية والسكن في الأماكن غير المصنفة سياحيا لأنها فنادق على الأصح، انقلناهم
إلى المنطقة المركزية وهي المنطقة الراقية اللي موجودة قرب الحرم المدني واللي هي فنادق مصنفة سياحيا وكانوا فيها العام الماضي، والحمد لله تم أيضا الاحتفاظ بذاك المستوى من التقدم، وهو لأنهم إن شاء الله تعالى ليعودوا فندق مصنف سياحيا ويعود فاتح على باب السلام قريب منه بإذن الله تعالى. بالنسبة أصلا للسكن في مكة أصلا عنده وضعية خاصة، لأن ذو الإيمان الثلاثة ما قدينا نعودوا قريبا من الحرم نظرا لصعوبة الكراء قرب الحرم المكي، لأن الأماكن اللي محيطة بالحرم المكي السرير فيها في ذيك الفترة بس 14,000 ريال، معناها لأنه أكثر من 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 ثمن بعد قاع الحج كامل عندنا احنا، معناها لأنه مستحيل لأن قد تعود مدة فيه. شيخ لك الصلاة العام حاولنا لأن كاننا نقدر نقربه من الحرم، لأن كنا ذو الإيمان نمشي بعيد منه يا غير نقربه من منى، إياك يعود المكان ملائم للحجاج أيام بعد منى على الأقل يعودوا قدوا تم وجهوا ويقيلوا في السكن، يا غير ما عدا ذلك هم بعيد من الحرم، يا غير كنا نوفر لهم النقل للصلوات الخمسة وللعمرة. العام استحرصنا على أن بدل من ذاك على أن لابد أن ننتقلوا ونعودوا مالنا بعيد من الحرم، يعود حد في بلدي قد يجي للحرم المكي منه ميرر، وحصلنا الحمد لله على سكن كيلو 700 متر من الحرم المكي، ما هي ذيك المناطق اللي محاذية وقريبة لأن ذيك ما هي في قدرتنا ولا نقدر نعودوا فيها، يا غير ما فمشي يقد يعود من القرب قريب من الحرم المكي بمدة عندها مبالغ زهيدة كيف ذا اللي نخلصوا احنا يقد يرى كيف ذا اللي نجبر الحمد لله هذا العام، وتمشي الناس من عندهم ميرر اللي تمشي لا حد ميرر والله على بواسة بعد ما فما، لأن طريقه مفتوحة حتى أن في اختيار الأماكن هم اللي أيضا اخترنا الأماكن اللي تعود مفتوحة زمن الازدحام أيام الحج، وهو طريقه مفتوحة إلى الحرم إلى مباشرة وتنقفل زمن الحج تعود لا للمشاة لا للناس اللي مر ما يقبلوها الوتات، وهذا لا من الأمور كاملة اللي تسهل من حد يعرف ذيك الأمور يعرف، لأن هذه لا من الفنيات كاملة اللي حد يعرفها من الأمور اللي كاملة تعود تخدم راحة الحاج. كذلك أيضا فاتح هم اللي أيضا عنده مواقف وفاتح مباشرة أيضا على اللي تعود مدى ليد قسمينا فما مواقف مباشرة يعود ملي ما هن اللي يتوقف بعيد ولا يتمشي الناس شورها. كذلك أيضا الجديد هذا العام هو لأن هذا اللي قال له قضية الإعاشة واللي هي مفروضة من طرف سلطات المملكة العربية السعودية، وهذه الإعاشة احنا طرفنا هذا العام رسميا من وزارة الحج لأن نعفاو من هذه الإعاشة، وخلق الاتفاق بيننا احنا وهما لأنها لا بد منها في أيام المشاعر يا غير لأن الفترة الأخرى ما نعدلوها. معناها شنو؟ معناها أعلن الإعاشة اللي كانت السنوات الماضية، وبالمناسبة بعد لأنها هي احنا نعتقد أنها جابت الكثير من النجاح للحج، وهذا قد يفهموا لا الناس الفنية اللي تعرف الحج، لأن بالمقارنة مع غلاوة الأسعار في ذيك الفترة مع ارتفاع الأسعار في ذيك الفترة اللي الناس كاملة اللي تعرفهم تعرف ذاك اللي يعود لاحقة مبلغ بقرابة 140,000 والله 150,000 اللي يعود حاج اللي يعيش منه شهر ونهارين في الفترة الدقيقة اللي الأسعار فيها تعود مضاعفة عشرات المرات وأكثر. وهي كيف قلنا هم مرات لأنها ملزمة السلطات السعودية فم 35 مؤسسة ومنشورة على الموقع هي اللي مرخصة أنها تعدل عقود الإعاشة، وهذه واسى المواطنين نحن لأنهم ما يتفاهموا مع نوعية الطبخ اللي يقدم، وإحنا حاولنا حينها لأن نشوف معهم كانوا قبل موريتانيين يعودوا عدل الطبخ وكانت أجوبتهم واضحة لأنهم فم مدة قارية وفم مدة تحمل شهادات من طرف وزارة الصحة، ولا يقد صاحب المؤسسة يسوى حاله شنه يدخل طباخ والله يجيب شي خارج عن ذيك العملية ما انقفلت مؤسسته. هذه كامل الأمور اللي هي تواسع لن رغم لأن احنا حاولنا منهم كانهم قد يقربوا وعدلوا اللي قد يعدلوه ومن النجاحات كاملة فيه، يا غير بعد ذا العام لأن اتفقنا معهم لأن اللي ينقال له لعاشة لأنها ليتو خلى عند الحاج نفسه ويعيش بها هو على حاله كيف شاء وأن شاء، باستثناء أيام المشاعر ذيك الست أيام اللي عاشتها لابد منها حسب باطل اللي توصلنا احنا هم له. فهم أيضا كذلك لكن مبلغها ندار في المبلغ العام للحاج اللي نقول لكم بارك إن شاء الله تعالى ندار فيه يغير له يرجع للحاج نفسه اللي ينطال ويعود هو يعمل إعاشته خلال ذاك الشهر، معناها على الالتزام بين نحن وهو اللي يعود للعام شنو إلا فيما يتعلق بالسكن وفيما يتعلق بالنقل، يغير ما بيننا معاه التزام فيما يتعلق بالإعاشة.
هذا من ناحية. كذلك أيضا ستكون مغادرة الفوج الأول إن شاء الله تعالى هون من نواكشوط مباشرة متوجه للمدينة المنورة يوم 4 أغسطس 2018 إن شاء الله تعالى موافقة 22 ذي القعدة، وعود الرجوع ملي أيضا من جدة مباشرة بين 1 و4 سبتمبر. هذه هي التاريخ جدولت 1 و4 سبتمبر، وهذه الفترة ناقصة الأيام اللي قلت قبيل. وهون دائما هم اللي أيضا في اتفاقنا مع الشركة الناقلة نشرطوا لنا الذهاب يعود نواكشوط المدينة، لأن كيف تعرفوا لأن نحن لابد أن نسبقه في المدينة ندور ذيك صلاة الأربعين، وحد نزل الحجاج في جدة جايبهم من إله معناها أنه له ركبهم في البيسات قريب من 400 كيل، وهذا فيه تعب وفيه ياسر من المشقة اللي تترتب على ذاك. بدل من ذاك احنا نلزم الشركة الناقلة وهو اللي عدل لنا العام لأن نواكشوط المدينة مباشرة بدل من جدة، غير الصفر في العودة نعود نرجع من جدة لأن جدة قريبة من مكة، وهذا كامل من اللي وفر على الحاج، يوفر عليه وقته، يوفر عليه رأيه، يخلي له ياسر من راحته لنعود يمشي من نواكشوط وينزل في المدينة مباشرة. كذلك من الأمور اللي فات تم اتخاذها أيضا هو الاتفاق مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، نفس الاتفاق اللي عدلنا معها الأعوام الماضية، هو لأن عملية التسجيل إن شاء الله تعالى اللي هي تتم تبدأ يوم الاثنين المقبل، وهذه العملية اللي هي تتم كالعادة في مكاتب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بحضور ممثلين نحن، واللي هي تتم أيضا كالعادة والشروط فيها الحج المدعوم من طرف الدولة معطي لا لقاش ما فات أدى هذه الفريضة، الناس اللي فات أدات الفريضة تعود تقيس القطاع الخاص، تقيس الوكالات السياحية. غير بالنسبة للحج اللي ميسر واللي ما هو واعر واللي مدعوم من طرف الدولة، الدولة مقدمة فيه المواطنين اللي ما فاتوا حجوا، وفهم قاعدة بيانات أيضا عند الوكالة خلال الأعوام الماضية، رقاش فات حج يتعرف عليه الجهاز تلقائيا ومعروف وفات 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 نحسب. لتبدأ عملية التسجيل إن شاء الله يوم الاثنين، ولتستمر لمدة 10 أيام من أيام عمل، بعد ذلك إن شاء الله تعالى تعود تعدل القرعة، وتعود بعد ذلك تبدأ استكمال إجراءات الملفات الناس الفائزة في القرعة. وكذلك أيضا من الأمور اللي تم اتخاذها أيضا هو التعاقد مع المؤسسة العسكرية للملابس، مؤسسة الملابس العسكرية عفوا، أيضا لإنتاج الحقيبة الموحدة اللي تعرفوا اللي بدأناها أيضا في الإيمان لأول مرة، وهي من ضمن هذه الخطة، وتم الاتفاق معهم عليها، وهي حقيبة كبيرة وواحدة صغيرة، واحدة كبيرة توزن وواحدة صغيرة يدوية عود يطلع بها الحاج. وهذه كيف تعرفوا كاملين ما تلف مراكش ما يعرف نتيجة الحقيبة، وذاك اللي أدات وذاك اللي وفرت للمواطنين من الوقت واللي جرد قاعدنا من السمعة، لأن سلطات البلد المضيف كانت دائما من الأمور اللي كانت تطرح سابق هذا بالإضافة للتجارة والإضافة لكن نطرح في المخيم، من كان اللي أرقهم يوم يمشي الفوج الموريتاني وقالوا هنا لمرات اللي خلقت الحقيبة الموحدة، لأن وفرنا عليهم والله بعد قاع بالتحديد شرطة في المطار قالوا الإخوة المنظمين لأول مرة اللي جات الحقيبة قالوا لهم كنا نعدلوا 8 ساعات ياكل واخذوا فوجكم، وهذا أحسنتوا علينا اليوم بهذه الحقيبة ما استغرقوا فيها أكثر من 2 ساعة يكتبوا إجراءاتهم. وهي بالمناسبة راهي لا حقيبة كبيرة واحدة صغيرة، ما هو حقيبتين كبارات، هذا هو اللي العام الماضي تم الاتفاق عليه، وهو اللي العام أيضا، وهو اللي مقبول من عند الحاج مقابله ومعدل مع مؤسسة وطنية أيضا عندها مصداقية وعندها تاريخ مولي أيضا في هذه النوع من الأمور. إذا كيف قلت لأنه له تبدأ هذه العملية يوم إن شاء الله الاثنين، له تستمر لمدة 10 أيام من أيام عمل، وتعود عقب ذاك تبدأ القرعة في ليلة الاثنين الموالية، وتعود عقب ذاك يوم 12 مارس تبدأ استكمال إجراءات ملفات الحجاج الفائزين في القرعة. وبالنسبة لسعر الحج هذا العام هو 147,328 بالفضة الجديدة، 147,328 اللي هو بالفضة القديمة تدير وراها صفر وتوف تعود 1,473,280 غير قاعدة ما المهم ضرك بالفضة الجديدة لأنه 147,328 هذا هو سعر الحج.
وسأل الحج كيف تعرفه هو يتكون من مجموعة من الأمور، يتكون من سأل التذكرة، ويتكون من الرسوم اللي تندفع للمطوف، يتكون من سأل السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك ورق سابقا عقد الإعاشة، ورق فيه عقد الإعاشة لا لمدة الأيام المشاعر الستة هذه، وبهذا بالإضافة أيضا للحقيبة الموحدة، بالإضافة لأنه الصلاة العام معاه المبلغ اللي له يرجع للحاج، هذه 147,328 ما هي واخضة أيد الحاج كامل، لا يدفعها غير لا تأخذ أيده منها، لا ترجع له منها باطة $500 مقابل إعاشته ذيك اللي كانت تندفع للمؤسسة اللي تتولاها، اللي قلنا على أن هذا العام اللي تندفع له هو وعد هو يتولى إعاشته بنفسه. 500 دولار الدور تعود مقابل إذن هذا هو هو هذا هو هو هذا هو هو هذا هو هو السعر العام للحج ذا العام، وهو تقريبا نفس السعر العام الماضي، لكن الفارق بينه شنو هو؟ لأن العام الماضي ما راجع منه شيء للحج لأن فهم كانت مؤسسة اللي تتولى إعاشته، وذا العام بما أنه راجع للحاج بما أن الإعاشة ما هي موجودة اللي ترجع للحاج $500. الجديد ما اللي أيضا فيها لأن ذا العام السكن في مكة أوعر وأزين غير تم السعر الحمد لله لا نفس تم السعر بعض المبلغ العام لا هو غير السعر ما هو واحد اللي كان العام الماضي في مكة والسعر اللي عاد سكر سعر الحاج ذا العام. فم أيضا كذلك العام فم المملكة العربية السعودية فم ضريبة مفروضة من قبلهم على جميع البعثات كاملة، لأن جميع العقود كاملة اللي تعدل لأنها لا بد تؤد فيها ضريبة القيمة المضافة اللي هي 5%، وهذه مالي رغم الضريبة الجديدة ورغم وأرسكن مكة اللي عاد أجود مع ذا كامل الحمد لله حافظنا على السعر العام الماضي نفسه مع إرجاع المبلغ المتعلق بالإعاشة إلى صاحبه مع هذه الظروف كاملة، ومع ذا اللي الحمد لله هي اللي خلق من التحسينات. وكيف تعرفوا احنا ذيك الخطة وتوف اللي رسمنا لثلاث أعوام، هذه الخطة هي اللي طرحنا فيها الخطوط العريضة كاملة، وفينا من ذيك المراحل اللي كنتوا تعرفوا كاملين سابقا في الماضي، اللي كنتوا تعرفوا أن الحج كامل كان مرهون بنواكشوط، وتحديدا بمكان معين قال له مسجد ابن عباس، تعيط الناس من الموريتاني من دور الحج كامل لابد يجي لابن عباس، ولين يجي ملي ما يعرف كانوا ماشي والله كانوا ما هو ماشي، وقد يمشي وقد ما يمشي، وهذا الحمد لله وفرناه على المواطنين. هذه لان المواطن ما تلا يركب من بلو عاد له يعدل اجراءاته في الولايه اللي هو فيها، ولين يطلع القرعه اللي تعدل اللي يشوفها مباشره في التلفزه والناس مساويه فيها كامله سحب عشوائي اللي تعودوا شفتوه كاملين، والمنها طلع عمل اللي يعدل اجراءاته في بلو. كيف تعرفوا هذه العوام الثلاثه ما فيها رقاشة اللي يجي للواكشوط ما هو اسبوع والله اثنين سابق مشيه اللي يمشي مباشره، وهذا يوفر للدوله ياسر من المال ويوفر لها ياسر من راحه المواطنين ايضا، لان الوسائل اللي تستهلك في الناس اللي تجي جايه راكبه في الوتات اللي تسقل البنزين واللي تسقل من التكاليف، احنا هذه الامور كامله ما ننجوها لا نستوردوها كامله، هذا كامل حد يخرصه يوفر للدوله ياسر من الوسائل الاخرى. هذا بالإضافة لصراحة المواطنين وبالإضافة لذاك اللي له هي يراوهم هم اللي أيضا أن رقاش دي تم في بلو حاج عارفها ما هم اللي حاج عارفها ما هو بعد ماشي. هذه الرؤية كاملة كان اللي طبقنا خلال السنوات الثلاثة واللي كانت انطلاقا من الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية، واللي كان حريص لأن هذا الموضوع لأنه ينقل من مرحلة إلى مرحلة بحيث أن المواطنين اللي قد كامل يوفر لهم من الراحة ومن الطمأنينة ومن الوقت لأنه يعدد، وهذا الحمد لله خلق على هذه المستويات، وحتى على مستوى ملي أيضا المملكة العربية السعودية الحمد لله جاوزنا ذيك النظرة اللي كانت تنظرنا بها سلطات البلد المضيف جاوزناها كاملة، جاوزناها باش جاوزناها بأن الملاحظات اللي كانت مطروحة على بعثة الحج الموريتانية تخطيناها، هذا هو اللي جاوزناها فيه ما فهم شيء ثاني اللي نجاوزوها به، وهذا الحمد لله أكبر دليل عليه هو إعطاء موريتانيا كلمة الوفود الإسلامية العام الماضي لأول مرة في تاريخها. ما هو بالترتيب الأبجدي بعده
وموريتانيا ما خلقت يامس، ما قطعت لها. اذا هذه الملاحظات اللي كانت مسجله للبعثه سابق ذا من ذي الخطه اللي عدلنا الحمد لله اختفت، عدنا نجلس في اليوم التقييمي على وزاره الحج مرفوع الراس، بدل من كان في الماضي يعود اللوم يوجه للبعثه الموريتانيه على جميع مشاكلها، اليوم اصبح هما يقعدوا يعترفوا بان ما عندهم ملاحظه فنيه مسجله لنا، واحنا هم اللي نعود عندنا بعض من الملاحظات اللي لاحظنا خلال الفتره. هذا على كل حال اللي ما يتعلق بشخص بعينه، لا يتعلق بقطاع بعينه، وله لرقاج هذا الموريتاني، الهدف عندنا منه كامل انطلاقا من توجيهات الرئيس وتعليماته، انطلاق هذا كامل الهدف منه هو قيمه موريتانيا، قيمه موريتانيا هي اللي مشتركين، قيمه موريتانيا هي اللي تبقى ومد له تخلي بلد الاجيال، لا بد تخلي له شيء مستمر اللي كنا نحلو فيه الحلول الوقتيه، ولا تعدلها مده هامها لانها تبني دوله، ولا تعدلها مده هامها لانها تبني مؤسسات. وهون احنا ظاهر لاننا دوما نحلو الشخص بدل من المؤسسه، والشخص ما هو مهم، المهم ذي المؤسسه من رايك كان قبلناها الطريق الصحيح اللي الله تقبل، من رايك كان تمينا من حرفين بها، وهذا هو اللي يخرص له. والمتضرر والله مولي اللي هي ذاك اللي مقابل ذاك هو سمعة موريتانيا، لأن المسؤولين يجوا يمشوا، لا تبقى سمعة موريتانيا للأسف ما هي بالمستوى. هذه الخدمات اللي وعدت اليوم، وهذا اليوم الوزارة الوصية اللي باطل منفذة للحج اللي هي وزارة الحج، اللي تعود تنظر الموريتاني بذي النظرة، وتعود تحترم موريتانيا والقائمين على الشأن، هذا هو المرجو من ذا، هو المديور، ولا فهم قاع شيء ثاني يتعلق بحد بعينه، يغير اللي ندوره من ذا هو على سمعة موريتانيا واحترامها، لانه ذاك اللي يقدر يعدل فيه يعدل. اذا هذا من ناحيه عامه، فهم يوصل من الامور الاخرى اللي تطرحها الناس، فهم يوصل من الامور الاخرى اللي تسول عنها الناس، واحنا بحاجه لان نعود نفهموا اللي ماشيين فيه، وخاصه اللي قالوا الحجاج. لان احنا ماشيين في مؤتمر فيها 3 ملايين زايده من الناس، جايه في زمان محدود، وجايه في مكان محدود ايضا، وجاية الوقت في وقت معين هي كاملة اللي تجي، وانت هون اللي تنافس 3 ملايين على تقديم للخدمة لمواطنيك اللي ماشي بهم. أنا أعلنك الموضوع، موضوع الحج موضوع ما هو سهل، موضوع ما هو بالدرجة من السهولة، موضوع صعب، موضوع تتداخل فيه الكثير من العوامل اللي يوصل منها يعود خارج قاع عن الإرادة. رغم ذا كامل الحمد لله احنا حافظنا على الالتزامات، وهي بإذن الله تعالى اللي ندور تم محافظين عليها، اللي قبلنا تجاه الإنسان الموريتاني. الهدف عندنا على انه ما يبقى الانسان الموريتاني ولا الحاج الموريتاني قالته خدمه من الخدمات، ولا فم بليده يلا تقعد فيها مده ما قعدوا فيها الموريتاني. هذا الصعب فم يوصل من الامور الاخرى كيف قلت اللي الناس ما تفهمها. فم الناس لين تمشي حاجه كلها ما زال قاع هون في المطار، يعود ما هم تمونك، ولين يمشي لها ويعود الشمس ويمشي، هذا طبيعي. رقاش حاج يلا يعرف مبدئيا انه هو ماشي مجاهد، ويلا يعرف ان التمانكت هو فصل معاها لانه مشى قايس مولانا مقبل عليه ومشى له يجاهد نفسه. هذا راهو ما معناتها لان احنا اللي نقصروا في خدمه قلت نجابل ولين عدلوها، هي غير القضيه من حيث هي مربوطه بالمشقه، ولذلك الله سبحانه وتعالى ربطها بالاستطاعه. معناها لان الرقاش اللي يمشي حاج لابد له من يفتر، ولابد له من ياسر من التعب، ولا يتصور الرقاش ماشي حاج لانه ماشي في السياحه لانه ما هو اللي رش مكدر عليه، لا. البعثات الرسمية والمسؤولين السامين في أيام المشاعر ما فيهم اللي عن دوته راكبها، والناس كاملة ماشية في طريق واحدة، معناها على أنه يلا رقاش مبدئيا الحاج يعود يعرف هذا، ويلا مولي يعود يقرأ الدليل اللي يوقع بينه هو وبين الوزارة في الخدمات، ويلا يعود مطلع عليه معناها يعرف ذي الخدمات اللي ملتزمة له الوزارة بهم شنهي. وانطلاقا من هذا اللي شفته الوزارة اللي ملتزمة به واللي هو العقد اللي بينها هي والحاج، هي على انها توفر له من هون وسيله النقل ماشي كيف قلنا ذاك، على انها اللي تعود ينطر اجل المدينه، وتوفر له النقل من المطار الى السكن، وتوفر له النقل ما بين مكه والمدينه ومكه، وتوفر له النقل شورى المشاعر، وتوفر له النقل ايضا راجع شور من مكه الى جده الى نفوتيجي لها. هذه هي الالتزامات، سابقا كانت فيها الاعاشه، هذا العام ما هي فيها. هذه الالتزامات يا غير ما هو اللي تقيد به البعثه، لان البعثه المنظمه والافراد الطاقم الاداري للوزاره اللي يشرفوا على ذا ما هو احنا مالنا، هو اللي بيننا احنا والحاج ما هو اللي نوقفوا عنده. احنا الساعه اللي نمشوا به ندوروا له
احسن شيء قد يعدل، وحنا هم اللي نتولاه ذا كامل اللي يخلق، والطاقم الاداري يعطي الليالي المتواصله لين تبدا عمليه الحج، لين تبدا عمل المشاعر، ما رقد الليل ولا النهار، ما فيها رقاش، يرقد لا ساعه لا من الليل ولا من النهار، متواصله من الساعه اللي بدؤوا مشي الحجاج من مكه الى منى، ما تينا نرقدوا الليل ولا النهار اللي نفوت فيها رشو. هذا اذا معناها ان يلا الحاج يعود يعرف على انه رغم ذا كامل اللي معدل وذا كامل يغير، يعرف ان الحاج لا بد يتم صعيب، ولا بد ولا هو جاي ورقاج ليتمونك، ما جاي ورقاج ليتمونك، هذا يعود يعرفه، ويعود يعرف العقد اللي بيننا احنا هو شنو، ويعود من اللي يعرف على انه حاج يعود هذه هي الاولويه عنده له، ولانه يتم ابعاد من اللي ايضا رقاج جاي حاج ومقبل على الله وجاي تائب وجاي مخلص من ذيك الامور كامله، يلا لا يعود كامل ماشي على وجهه وبحقيقته ذيك. واشكركم والسلام عليكم. شكرا سيد الوزير. في البدايه لا لنذكركم احترازا من الكذب، على ان هذا المبلغ السنه انه زاد على المبلغ عام الاول، باللي المبلغ عام الاول كان 1,472,000، وهذا المبلغ العام هو 1,473,000، معناها لان لا نقولوا على انه زاد يقير شوي. سؤالي متعلق ب قرار اتخذ اخيرا في التلفزه الموريتانيه وحملتم مسؤوليته، وهو الغاء البرامج الدينيه في الموريتانيه الاولى بما فيها محاضرات وارث العلامه محمد سالم العدود الذي كان يبث في برنامج اسبوعي على التلفزه الموريتانيه، وقيل انكم وراء هذا القرار، وبان الصراع مع الفتوى والمظالم التي كانت توفر الضيوف للتلفزة الموريتانية وما بين الوزارة كان وراء هذا القرار، أن وزارتكم رأت أن قناة المحضرة تكفي في موريتانيا الجمهورية الإسلامية من القنوات الدينية. هل بماذا تبررون هذا القرار؟ هل صحيح أنكم وراءه؟ وبماذا تبررونه؟ هل تتجهون إلى علمنة موريتانيا؟ شكرا لكم. أولا بالنسبة للي قلت أنا واعي ونعرفه، ونوع من ما يخاف علينا من الكذب، شفت هو ذا العام 1,000,000 وقلنا على أنه 147,000 غير ذا العام 500 دولار ما زالت راجعة، ذيك اللي كنتوا تسولوا عن ذيك، احنا ذيك ما هي مقبوضة من الحج، ما هي مقبوضة منه، يا غير ما هي مقبوضة من مبلغ، ما هي داخلة في مبلغ الحج، مبلغ اللي هي يأخذ أيد الحج ناقص ذيك 500 دولار. هات أنا قلت لأنه تقريبا هو باحتساب ذاك، يا غير قاع في الواقع، لأنه هو أنه ذاك 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 يتعلق به هو، ذاك اللي يبغي، وقلت عود أقل وقد ما يزقل شيء، لأنه بعد هو قاعد الواخذ أيد العام ناقص 500 دولار عن اللي مشابه العام الماضي. هذا من ناحية، هذا من ناحية، من ناحية ثانية فالظاهر لان شفت اللي قاعد اتكلم عنه انا ماني عالم به ولا اعرفه، هي الصراعات، ماني عالم الصراعات ما بين الوزاره واي هيئه من هيئات الدوله يسوى شنو، ولا مؤسسه من مؤسسات الدوله يسوى شنو، ولاني ملي ما سالن اي نظام قد يتهم بالعلمنه الا هذا النظام، ما في كل شيء قد يعود يتهم به الا العلمنه والابتعاد من الدين، ده ماني ما سالنه ابدا اطلاقا على انه مطروح، اللي قال له الثوابت الدينيه، اللي قال له المرجعيه، وهذا على الراس والعين، ولا هو شيء معدل به الاخلاق للمواطنين، ولا هو فطن شيء معدل الوزير، ولا معدلته الوزاره، هذه قناعه وراسخه عند رئيس الجمهوريه، ولا هذه ما هي من الامور المطروحه للنقاش ولا تناقش، ولا فهم اي صراع، ولا فهم اي علمنه، ولا فهم اي شيء مطروح، ما هو من الامور بالنسبه لنا اللي تنطرح قاع، ولا هي مطروحه اطلاقا. اشكر تصور عن التلفزه، احنا ما لنا نلغوا برامج التلفزه. يتهم الخصوم السياسيين يتهمونكم محمد امين البرو معالي الوزير، يتهم الخصوم السياسيين يتهمونكم بقمع كل القوى الحيه المطالبه بحقوق كانت طلابيه ام حقوقيه او سياسيه طبعا. شكرا جزيلا. سيد الوزير، في حادثه تكررت قبل ايام وهي في حاله هي الثانيه من نوعها في اشهر قليله
تتعلق بشكوى مواطن موريتاني من الحصول على جواز سفر والصحفي باباه السيد عبد الله. أدرك أنكم تأكدوا عن ما فهم أي قرار من الحكومة ولا من جهات عليا في الدولة بعرقلة هذا الأمر، وإذا كان الأمر هو نعم لماذا تكررت هذه الحالة؟ وطبعا القواسم المشترك بين الشخصيتين هو معارضة النظام. شكرا. شكرا معالي الوزير. راجع أخيرا معالي الوزير عن زيارة سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك زيارة يقوم بها الرئيس التركي. نظر معالي الوزير كانكم قدوا تأكدوا لنا هاي الزيارات والتاريخ لا يخلق فيه. شكرا معالي الوزير. معالي الوزير، شهدت نواكشوط خلال الأيام الأخيرة احتجاجات عنيفة قام بها أنصار حركة إراء، وخلفت إصابات لبعض المواطنين، صورهم موجودة على بعض المواقع وفيسبوك. سؤال المطروح، إلى متى ستظل الدولة تدور في حلقة مفرغة في علاقتها بهذه الحركة؟ تكون هناك مظاهرات عنيفة غير مرخصة، تتدخل الشرطة وتقمع وتصيب وتعتقل بعض المواطنين المغرر بهم كما يقال، ثم يتم استدعاء الزعيم بين ظفرين برامة من طرف الحاكم أو المفوض، ويبلغ بأنه من فضلك هذه الاحتجاجات غير مرخصة لو سمحتم يعني لا تتكرر، ويتم إعادته معززا مكرما إلى بيته، وفي اليوم الموالي تحدث مظاهرة. إلى متى؟ البعض يقول أنكم تصبون شام غضبكم على بعض الشباب المغرر بهم في حين تتعاملون بدبلوماسية كثيرة مع شخص له رمزية كما يقول أنصاره دولية تخشون من الاقتراب منه، وهو في الحقيقة المسؤول عن كل ما يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول يتعلق بما تحدثتم أو ما سميتوه القامع أو تقييد الحريات، أنتم تعلمون أن الحريات أنها محفوظة ومصانة ومطلقة في ظل هذا النظام، سواء كانت حريات التجمع أو التنقل أو التظاهر أو التعبير، وأصبحت من الأمور المسلمات الصحفية والله المعرفية والله الذهنية لدى الجميع. لكن من المعروف أنه أي ممارسة لهذه الحرية لابد لها من تنظيم، لأنه كما تعلمون أن الحريات ما لم تنظم تنقلب إلى فوضى، ويتعلق ما تحدثتم أو ما سميتوه القامع أو تقييد الحريات، أنتم تعلمون أن الحريات أنها محفوظة ومصانة ومطلقة في ظل هذا النظام، سواء كانت حريات التجمع أو التنقل أو التظاهر أو التعبير، وأصبحت من الأمور المسلمات الصحفية والله المعرفية والله ذهنية لدى الجميع. لكن من المعروف أنه أي ممارسة لهذه الحرية لابد لها من تنظيم، لأنه كما تعلمون أن الحريات ما لم تنظم تنقلب إلى فوضى، وتنظيم هذه الحريات له آليات معروفة لدى الجميع، أن من يريد أن يتظاهر يأتي إلى السلطات المعنية فيطلب ترخيص يحدد فيه تاريخ المظاهرة ووقت ومسارها لكي يحفظ النظام وتحمى هذه المظاهرة يحموا المتظاهرين ويحمى الناس من هؤلاء المتظاهرين. لما تكون المظاهرة غير مرخصة وغير محددة المكان والزمان والمسار، والسلطات الأمنية اللي ساهرة على ضبط الأمن ما هي مشعرة بيها، طبعا هذا نوع من ممارسة الفوضى وتهديد الأمن. وانتم تعلمون أن هذه السلطات كما أنها أطلقت الحريات أيضا تؤكد دائما من ناحية العملية ومن ناحية الرسمية أنها تضرب بيد من حديد على من يريد أن يستغل هذه الحريات لزعزعة الأمن، وأنها تكون له بالمرصاد وأنها لا تتهاون في هذا الجانب. طبعا دائما يكون التعامل بقدر المخالفة
وهذا للسلطات الأمنية والسلطات الساهرة على حماية حفظ النظام أن تقدر مستوى التعامل اللي تتعامل به مع المتظاهرين، هل تحقق معهم وتطلقهم أو تسجنهم لمدة أيام أو تقدم إلى العدالة أو تستشفيهم. هذه تعامل وفق تقدير السلطات الأمنية لمستوى المخالفة، وهي أمينة على ذلك وتطبقه بضوابط ومعايير معروفة ومضبوطة ومنتظمة وعادلة أيضا. بالنسبة لما يتعلق بالسؤال حول، نحن أكدنا لكم المرة الماضية أن الحصول على الوثائق الرسمية سواء كانت جواز أو بطاقة أنه حق للمواطن، وأن الدولة لا تضع أي عراقيل أمام حصول المواطن سواء كان معارضا أو مواليا، وسواء كان معارضا ناصحا أو ناطحا، أنهم دائما الحصول على هويتهم وعلى أوراقهم الثبوتية أنه حق لهم، ولا هناك أي عراقيل تقف في وجه هذا، إلا أن الحالة المدنية كما تعرفون كما تعلمون ونظرا للوضعية التي تعيشها الموريتاني والعولمة والتسلل الموجود في كل مكان والهجرة السرية وقضايا ضبط الحالة الأمنية، أنها لها إجراءات ولها قوانين، وهذه القوانين أي إنسان توفرت فيه سواء كان معارضا أو مواليا يجد سيستلم أوراقه، ومن اختلت في هذه المعايير سواء كان مواليا أو معارضا لن يحصل على هذه الأوراق ما لم يقم بإصلاح تلك الاختلالات، وليست المعارضة طبعا وسيلة للحصول على الأوراق أو الإعفاء من هذه الإجراءات، كما أن الموالاة أيضا ليست وسيلة للإعفاء من هذه الإجراءات، إنما الإجراءات تطبق على الموالي والمعارض. ولعل البعض لكونه معارضا يريد أن يحصل على أوراق أو يتساهل معه لكي لا يقول أنه منع من الأوراق لمعارضته، هذا أيضا لن يجعل السلطات المعنية بهذه الإجراءات وهذه المعايير أنها تتساهل مع المعارض مخافة أن يقول أن معارضته كانت سببا في عدم حصوله على هذه الأوراق. ولذلك عندما تجدون حتى الحالة الماضية أنه لما حصل صاحبها على أوراق وإشارة الأمور حسب المعايير اللي تطرح الجهة المعنية بهذه الأوراق أنه استلم الأوراق، وأيضا المعارض الآخر أو الموالي إذا كان هناك حالة أخرى عندما يراجع المعايير والشروط المطلوبة ويجد أنها تتوفر فيه سيجد أوراق طبعا. وأكد نعم هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي وأخرى للرئيس التركي، والترتيبات جارية لإتمام الزيارتين في أحسن الظروف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.